يستحسن أن يستخدم الدارس الطريقة الأولى، أي كتابة صوتي سوبرانو وألتو على المدرج العلوي أي مفتاح سول، وصوتي التينور والباس على مدرج فا أي المدرج السفلي. يجب أن نراعي حين الكتابة لأربعة أصوات بأن لا تزيد المسافة بين أي صوتين من الأصوات الثلاثة العليا عن أوكتاف. يجب أن تكون من يونسون تطابق إلى أوكتاف. يونسون يعني نوتتين متطابقة، يعني الدو الوسطى، السوبرانو يغني دو الوسطى والألتو يغني نفس النوتة دو الوسطى، هذا هو التطابق. صوتي السوبرانو والألتو، صوتي الألتو والتينور، يعني بين هذه الأصوات صوتي السوبرانو والألتو يجب أن لا تتعدى المسافة الأوكتاف من يونسون إلى أوكتاف. وأيضا صوتي الألتو والتينور يجب أن لا تتعدى المسافة الأوكتاف. أما المسافة بين الصوتين السفليين أي الباس والتينور فممكن أن تكون أي مسافة، يعني لو زادت عن الأوكتاف لا يهم. نفس الكلام هنا، يجب مراعاة المسافات بين الأصوات الثلاثة العليا. نلاحظ هنا يوجد أكثر من أوكتاف بين التينور والألتو، هذه المسافة أكثر من أوكتاف. صول، الأوكتاف للصول هي هاي الصول التي هي جي فور التي هي أعلى من دو الوسطى، فإذا هذه رابعة تامة فوق صول الأعلى من دو الوسطى، أي رابعة تامة أعلى من صول التي هي أعلى من دو الوسطى، أي أن هذه المسافة 11، صول لا سي دو ري مي فا صول لا سي دو. هذا أيضا نفس الخطأ لكن بين الصوتين ألتو والسوبرانو، هذا نفس الشيء لكن بين الألتو والسوبرانو. نلاحظ أن المسافة أكثر من أوكتاف، لو حسبناها لوجدناها 10، الأوكتاف 8، هذه 10. هنا نلاحظ أنني علمت علامة خطأ على هذين الكوردين لهذا السبب. هنا لا يوجد خطأ لأن المسافة أكثر من أوكتاف، هنا بصراحة أوكتافين دو دو، لكن بين الباص والتينور لا توجد مشكلة هنا، فإذا الكورد هذا صحيح. أيضا هنا دو ومي، هذه مسافة 10، لو حسبناها لرأيناها 10، دو ومي 10، هذا ليس خطأ بل هو صحيح، ممكن كتابته للكورال وليس للبيانو لا ننسى.